ورجعنا لكم مشاهدينا وبننتقل اولى فقره وعن مشروع همه. بيسعدنا ان احنا يكون معانا النهارده الاستاذه بسمه شعبان، مدرب ومصمم حرف بيئيه. اهلا بيكم معانا استاذه بسمه. اهلا وسهلا يا فندم. ويسعدنا ان احنا يكون معانا برضو الاستاذه شهيره حسن، متدربه. اهلا بيكي معانا استاذه شهيره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذه بسمه. في البدايه لو اتكلمنا عن تمكين المراه، نقول يمكن المراه يعني اخذت مناصب وبقى ليها دور مهم وادوار مهمه في الوقت الحالي. لو اتكلمنا عن تمكين المراه ومشروع هم، حضرتك تدينا نبذه عنه. ايه، بدايه كده هو مشروع همه ده مشروع الهدف الاساسي منه هو تمكين المراه اقتصاديا وفي نفس الوقت برضو اجتماعيا. هو مشروع مدته 4 شهور، بنشتغل على الجمعيات الاهليه، تنميه قدره الجمعيات الاهليه وبالاخص 3 جمعيات اهليه، جمعيه الديس، جمعيه الجوز، جمعيه العجبه. وجت الفكره من ان اصلا الاعقاب عامه فيها اكتر زرع موجود فيها النخيل، طب ليه ما نستغلاش المورد الموجود عندنا في القريه ونعمل بيه حاجه نشغل بيها الستات الموجوده والبنات الموجوده في القريه بتاعتنا. فالفكره جت من هنا. فبنشتغل على التمكين الاقتصادي، ان احنا بنرفع بننمي قدرات السيدات والبنات ان هم يشتغلوا في الحرفه دي. بنبتدي معاهم، يعني احنا ابتدينا بتدريب 30 سيده بمعدل 10 سيدات لكل جمعيه، عشان كل 10 سيدات يفتحوا وحده انتاجيه في الجمعيه بتاعتهم ويعملوا تمكين اقتصادي لنفسهم يعني ويرفعوا المستوى الاقتصادي بتاعهم. وحاليا يعني هم حوالي 80% منهم كانوا متمكنين، يعني مش متمكنين في الحرفه او ما يعرفوش عنها حاجه، او 20% عندهم فكره بس ايه بخلفيه بتاعت زمان، يعني الشغل بتاع جدودنا يعني. فاحنا طورنا شويه في اللي هم يعرفوه. وحاليا احنا يعني الحمد لله تم التدريب يعني بكفاءه يعني معاهم. وهنبتدي ان شاء الله كل واحده بقى اللي خدته هتطبق في الجمعيه بتاعتها. وفي من الناحيه الاجتماعيه برضو ان السيدات يعني مشاغل الحياه شغلهم انهم يتجمعوا مع بعض يشوفوا بعض. فتجمعهم في التدريبات دي في الجمعيات دي بيخليهم يرجعوا زي زمان، قاعده الزمان الونسه بقى، واللي عندها مشكله تحكيها للثانيه. فايه اشتغلنا على الناحيه الاقتصاديه والناحيه الاجتماعيه في نفس الوقت. طب المشروع ده تابع لوزاره التضامن الاجتماعي ولا تابع لاي هيئه حكوميه؟ هي حضرتك المشروع ده جاي من ناحيه السفاره الامريكيه والميد ايست. هم وما بالتعاون او مع مؤسسه نساء الجنوب هم اللي شغالين على المشروع ده. ايوه. طب انت حضرتك يعني كمدرب ومصمم، انت من نفس المنطقه، من منطقه الأعقاب؟ انا من نفس الخط، بس انا من منطقه قريه بهريف، بس في نفس الطريق بتاع الأعقاب. فكلنا اعتبر يعني قريه كبيره مع بعض يعني. انت ابتديتي ازاي بقى، او يعني دخلت المجال ده ازاي؟ والله انا ابتديت، انا كنت زي اي ست مصريه معيش حاجه، كنت قاعده في البيت صراحه، ما كنتش بعمل حاجه. فانا بس انا بطبيعتي حابه الحرف يعني، فانا بقيت اخش ايه على النت على اليوتيوب اقوي الحاجه اللي انا فاهمه فيها. فجيت بعد كده ان انا انضميت لجمعيه شغاله في الحرف، لدى الجمعيه التعاونيه، دخلت فيها واشتغلت فيها. وعن طريقها بتطلع تدريب، يعني اي حاجه تدريبات من النوع ده بطلع فيها. فعن طريق دي يعني طلعت. شهيره بقى معانا، انت متدربه، نقول ايه اللي شجعك بقى ان انت تخش في مجال الحرف اليدويه وان انت تشتغل في المجال ده؟ اول حاجه ان انا استفاد حاجه جديده في مهاراتي، غير اي مثلا بدل ما انا قاعده مثلا في البيت والكلام ده، حبيت ان انا برضو اسلي نفسي وفي نفس الوقت اطلع منتوج. وبحيث ان انا استفاد بيها اللي هو ايه، اللي هو مش متعلم. هي بالنسبه للحته دي اللي هي شدتني يعني. طب ابتديتي بقالك فتره قد ايه بقى في المشروع ده؟ المشروع ده احنا بقالنا دلوقتي حاليا 15 يوم. جميل. بس الحرفه اللي انت بس الحرفه في في دماغي من الاول يعني. بس دي فيها يعني تقويه طبعا، في حاجات متطوره. يعني غير الاول يعني، بالنسبه للخوص بتبقى في حاجات غرز جديده، في اشكال جديده. الحاجات دي يعني برضها هي اللي خلتني ان انا برضو ايه، ان انا اتشد ليها اكتر يعني. انت اتدربتي تبع مؤسسه او تبع جمعيه تنميه مجتمع ولا انت تبع في البيت؟ تبع تنميه جمعيه. تبع الجمعيه. تبع جمعيه. دي المشغولات دي بتاعتك يا شهيره؟ ايوه تبع. طب هنبتدي احنا ممكن حاجه حاجه بقى، نقول تشرح لنا الشنطه اللي في البدايه دي. هو عامه في البدايه كده، بدايه الشغل احنا اصلا بنشتغل مع البنات ازاي من الاول،
من اول ما يجيبوا الخوص من النخل، من النخيل، ازاي يعملوا عمليه نظافه للخوص، ازاي ينسلوا الخوص، بعد كده ازاي مثلا يختاروا الخوص اللي يبقى مقاس واحد، يبقى لون واحد مثلا، اخضر يبقى لوحده، الابيض يبقى لوحده، بعد كده مثلا مرحله الصبغه ازاي يصبغوا الخوص، ازاي يثبت اللون بحيث ان هم بيشتغلوا الخوص اللون الصبغه ما يطلعش في ايديهم. بعد كده بوريهم غرز، في غرز قديمه بتاعت جدودنا، في غرز زي كده جديده اسمها غرزه المسلات، جديده برضو، ازاي يدفروا، ازاي يعملوا، بعد كده نعلمهم بقى الخياطه، ازاي يدخلوا الالوان مع بعض، ازاي ينسقوا الالوان مع بعض. طب انتوا النخيل ده بسمع يعني يعني اي شجر نخيل انتوا بتاخدوا الزعف بتاعه، ولا بيبقى مثلا المزارعين برضو بيتعاونوا معاكم؟ لا، المزارعين بيتعاونوا معانا، يعني احنا عايزين مثلا حته معينه في النخله احنا اللي بنجيب منها الخوص، مش اي حته يعني. فهم يعني بنكلم حد معين كده في تبع النخله ده بيعرف اللي احنا عايزينه وبيجيبه لنا. بيتعاون معاكم بقى؟ بالظبط، بيتعاون معانا، بيتنشف الخوص الاول، ما ينفعش يشتغل بيه طبعا، هو زي ما يجي منها بكل سلاين. بيتغسل ولا بيتنشف على طول؟ لا، بيتنشف على طول. طبيعي اصلا احنا بنبتدي نشتغل بيه بندخله في الميه عشان يطرى معانا، لو اشتغل هو نشف بيتكسر اكيد. فاحنا لازم نلينه الاول قبل ما نشتغل بيه. بس بعد كده بنعلمهم بقى ازاي يعملوا ايدين، ازاي يركبوا بطانه، التقنيات البسيطه دي هي اللي بتطلع جمال الشغل زي كده. البنات اللي بيتدربوا معاك، يعني احنا شفنا شهيره معاك، في كم سيده بيتدربوا معاك؟ ما هم 30 سيده اللي احنا 30. هنعملهم على ثلاث جمعيات. 30 كل 10 على جمعيه يعني. بالظبط كده، يعني احنا علمناهم بتاع ده الخوص، وبنعلمهم العريون وازاي يدمجوا، زي الطبق اللي هناك ده، ازاي يدخلوا العريون. ايه الفرق بين الخوص والعريون بقى؟ الخوص ده اللي هو المعروف اللي هو السعف بتاع النخل. العريون ده الحته السباطه بتاعت البلح اللي بتعلق الحته فيها البلح دي، الحته اللي من تحت الطويله دي، هي دي العريون. انت بتشتغلي في الاثنين بقى؟ بتشتغلي بنشتغل في الاثنين. بنشتغل يعني بدل الاول ما كان يعني ده بتحرق، كان بتلم كده وتحرق، احنا لا، احنا بدل ما يتحرق لا ما نستغلها، يعني بننظف البيئه منه، وفي نفس الوقت بنعمل بيه المنتج الستات تستفاد منه، نعمل لها تمكين اقتصادي. انتوا شهيره، طب لما اتدربتي خدتي فتره قد ايه بقى عشان تتعلمي شغل الخوص ده؟ احنا خدنا 15 يوم، وبعد كده طلعنا انتاج في الاسبوع اللي بعد ال 15. على طول طلعنا المنتجات اللي قدام حضرتك دي. طب برضو تشرح لنا بقى يعني ايه اللي اشتغلتيه في دول انت تتكلمين عنه؟ انتوا قاعده ما هو ده. اشتغلت ده بحيث ان انا بجيب العرجون الاول، ببله في الميه بحيث ان هو ما يتكسرش مني، بالذات في البدايه هنا في القعده دي بالظبط كده في البدايه، بحيث وبعد كده ان انا بمشي بيه عادي العرجون عادي بقى، بمشي بيه هو ناشف عادي ما يتكسرش مني، بحيث ان هو بيبقى فيه وسع، ما تبقاش حته ضيقه، عشان في الاول ضيقه لازم يبقى ايه، يبقى يتبلى الاول. وبعد كده بعمله ايه بالابره والخيط بقى. الخيوط دي في الخيط. بالابره بقى اللي عادي. طب يعني ده يعني يستعمل في ايه يعني؟ ده ممكن تبقى مثلا عباره عن علبه اكسسوارات. ايوه يعني يعني حاجه يعني مثلا ايه، كزينه مثلا. أيوة. على التسريحه. في الديكور في اي مكان في الشقه مثلا. الحاجات دي يعني. ايوه يعني انا ممكن حاجه تعمل لغرض، ممكن الناس تاخدها لغرض تاني خالص يعني. ايوه ممكن. يعني بس ممكن طبق، قصدي بيه مثلا ان احنا نعمل يعني مثلا عياشه بتاعه العيش، ممكن واحد يقول لا انا عايز استخدمها في حاجه ثانيه، براحتك يعني. كل واحد هو ليه حاجه هو عايزها يعني. طب واتكلمينا على الحاجات دي برضو الثانيه، الشنطه اللي كانت مع استاذه بسمه، الشنطه دي برضو من شغلكم يعني؟ مش دي برضو خوص وايه؟ لا، هي خوص بس. فيها هنا السعف الساده، وهنا فيها الملون. وهي متبطنه من جوه. هي بتبقى فيها بطانه كده من جوه. بيبقى بيدي الشكل ده كده في الاخر. جميل. يعني الحاجات دي بتاخد معاك وقت كتير عشان تخلصي؟ على حسب يعني. يعني على حسب، مش يعني ممكن دي تاخد مثلا مثلا يومين. يومين يطلع بالانتاج ده بالظبط. ايوه. طب والاكسسوارات الحاجات دي بتجيبوها من بره بقى؟ من بره. لتكمله الشكل يعني. لتكمله الشكل. برضو شايفين احنا نقول الاطباق برضو اللي معانا دي زي اللي هي عياشه نقول، صح؟ عياشه. زي الطبق اللي من تحت ده كله ده خوص ملون. فيعني عملناه بس ضفرناه مع بعض وخيطناه، ما فيهوش يعني حاجه. ده يعني في ناس عايزاه بالطريقه دي وهم عايزينه كده. فاحنا بنديكم مواصفات يعني على حسب ما هم عايزين. بالظبط كده. اللي هم عايزينه احنا بنعمله لهم. بس هي كمان عامه هي الغرزه ما بتبقاش واحد يعني، في اقل في اعرض كده يعني. هي نفس الغرزه دي نفسها فيها منها عريض،
بنزود الخص بتكون اعرض، اه بتبقى اقرب منها من شويه، فاهماني؟ اه يعني كده على حسب كل ضفيره لها استخدامها. ايوه دي برضو تاخد معاك يومين يا شهيره ولا اقل؟ دي يومين برضو. بتلوني الخص الاول بعد كده بتشتغلي؟ بتلوني الخص الاول ويتنشف، وبعد كده بقى بستعد ان انا ايه اشيل الالوان اللي انا عايزاها واشتغل عليها نفس الشغل اللي انت شايفاه حضرتك. ما شاء الله الوان جميله يعني متناسقه مع بعض. تمام. طب استاذه بس ما نقول التسويق بقى هو اهم حاجه في نقول الحرف اليدويه او المنتجات الاسر المنتجه اللي بيبقى فيها لازم التسويق. اكيد طبعا. فالتسويق بقى بيتم عن طريقكم ازاي بالنسبه لسيادة؟ هو احنا من ضمن برضو الخطه بتاعت المشروع ان احنا عملنا فرشنا الارضيه بتاع للسيدات دول عشان يشتغلوا ازاي، ان احنا خلينا الجمعيات نفسها اتدربت على التسويق على التشبيك، فهي الستات دي هتشتغل وجمعيات الوظيفه بتاعتها هتكون هي التسويق للشغل بتاعهم والتشبيك عشان بعد كده يقدروا يشاركوا في المعارض يعني معارض التشبيك. يعني ايه بقى التشبيك؟ بيبقى بينها وبين جمعيات تاني، بينها وبين شركات، بينها مثلا بين وزاره زي وزاره يعني اي وزاره شؤون وزاره تضامن، بحيث ايه يستغل الوزارات دي مثلا ان هي تسوق لهم الشغل بتاعهم في المعارض. المعارض بتجي في القاهره بتاعت تراثنا بتاعت ديارنا. فده يعني ايه دي البدايه، وان شاء الله هم هيشتغلوا والجامعات هي عليها ان شاء الله تسوق لهم الشغل بتاعهم. طب نقول برضو الفيل هنا السله معانا اللي قدام دول برضو ده شغلك؟ شغل انت مش مشكله. ده شغلك برضو ده العرجون ده ولا؟ ايوه العرجون. العرجون عامه فيه غرز كتيره يعني عشان في تالي رفيع واخد شويه يعني سهل. في هو حسب التنسيل من الاول، في تنسيل بيكون عريض شويه وفي تنسيل بيكون رفيع، بس الاحسن في الشغل والاخف بيكون التنسيل رفيع فبيكون سهل معانا في الشغل. فدي غرزه من الغرز، لان العرجون ده فيه غرز كتيره بتتعمل فيه. فهو كبدايه تدريب احنا علمناهم اول الغرزه دي، بعد كده ان شاء الله مرحله ثانيه هيتعلموا الغرزه الثانيه باذن الله. ده استعمال يعني وصعب برضو في اي حاجه يعني كاكسسوارات؟ ايوه طبعا برضو نفس الموضوع. انا يعني ده اكتر حاجه بكل الاكسسوارات للتوك بتاعت البنات كده الحاجات بتاعتهم تتحط فيها يعني مكياج ممكن حاجات خاصه بيها. دي برضو دي نقول شبه اللي كنا بنستعملها زمان بقى المقطف. ايوه المقطف القفة بتاع زمان. بس على حاجه صغيره على ايه على حاجه زينه كده انتيكه يعني مش مقصود بيها حاجه ممكن تبقى كمنظر يعني ديكور. طب بس ما تقولي لي بقى انت يعني السيدات بيقتنعوا ازاي ان هم يشاركوا في المشروع ده ولا على اساس هم كده كده بيعملوا المنتجات دي في بيوتهم؟ هم بيعملوا المنتجات دي في بيوتهم لكن لا عمرهم عرفوا سوقوا ولا عمرهم عرفوا باعوها ولا طلع ولا حطوا في دماغهم في يوم من الايام الحاجات دي ممكن تجيب لهم فلوس. فان انت تدخلي من ناحيه ان انا ست بدل ما هي قاعده في البيت ما بتجيبش اي حاجه ما بتجيبش اي يعني فلوس دخل ليها او لاسرتها، بدل ما كل حاجه للراجل سواء ابوها سواء اخوها سواء جوزها اديني لما هي تطلع فلوس. فالحته دي يعني حلو احنا لعبنا على الحته دي اكتر حاجه. ان انت يكون معاكي ذمه ماليه لنفسك، ان انت عندك فلوسك لنفسك، انت بدل ما قاعده استغلي وقتك ده في تعملي حاجه مفيده، ان انت تجيبي حاجه تشتغل تجيب لك فلوس لبيتك لاولادك. فهم الحته دي حابينها يعني فاشتغلنا معاهم على الحته دي ان يعني انت هتدخلي فلوس هيبقى عندك فلوسك. طب الخامات انتوا بتوفروا لهم الخامات للي بيجوا متدربين يعني ولا؟ بالظبط الخامات دي كل الخامات اللي موفرها المشروع. هم بيجوا يشتغلوا بس يعني عشان بتعلميهم من البدايه خالص يا بسمه ولا هم عندهم فكره عن هم زي ما قلت حضرتك في الاول هم 80% منهم يعني ما يعرفوش اصلا يمسكوا ابره وخيط ولا مسكوا اصلا خوص قبل كده. في 20% منهم كانوا يعني ايه عندهم فكره. فاحنا بنبتدي معاهم من الاول خالص، من اول ما بيجيب الخوص زي ما هو كده. من اول ازاي ترسل الخوص، ازاي مثلا تشتغل الضفيره، لازم الخوص كله يكون مقاس واحد. ما تخليش مثلا واحده عريضه واحده رفيعه هتبوظ شكل الضفيره. يعني انت بس اديني فكره بقى يعني خدتوا خلاص الخوص من النخل؟ من النخل. هنجيب الخوص هننشفه. اشرحي لي بقى الطرق يعني. بالظبط الخطوات بتاعته. هننشف الخوص. دي اول مرحله. ثاني مرحله هخليه ينشف خالص، هنشيله. هنجيب الخوصه بتكون مقسومه اثنين وماسكين في بعض. بنشيل كده بننسل بشيل حته الحرف اللي بالجنب ديه فبتقسم اثنين. فبنسيبها. والله احنا عايزين هتبقى ضفيره عريضه بنفس الخوصه هنسيبها، عايزينها ضفيره رفيعه هنشيل منها شويه. في لو بعد كده عايزين مثلا عايزين خوص مصبوغ هنصبغ بقى، نعمل كل صبغه يعني بنعمل التقنيه بتاعت الصبغه، ان مثلا تحط في الميه ملح مثلا، تحط بعد كده في ميه بارده خل ليه عشان يثبت اللون. بالظبط. بعد كده هنوريهم بقى الضفيره اذا كانت تتعمل ساده تتعمل بيضه مثلا، عايزين ندخل فيها الوان نوريهم ندخل الالوان فيها ازاي.
بعد كده هنخش مرحله الخياطه. الضفيره اللي هي الملونه دي او الضفيره القديمه بتاعت زمان بتاعت جدودنا دي لها خياطه بطريقه معينه. الضفيره الثانيه اللي معمول منها الشنطه دي لها برضو خياطه بطريقه معينه. فبنوريهم كل خطوه ازاي بتعمل واحده واحده لغايه ما توصل المنتج الكامل اللي احنا عايزينه. طب يعني نقول بخيط ايه ده؟ زي خيط الكروشيه، ابره الكروشيه اللي بيستعملوها ولا لا؟ لا لا لا، دي لها ابر لا لها ابر مخصوصه ليها. ابر زي يعني احنا الخيط بيبقى خيط اللي هو بتاع التنجيد بتاع بنجد بيه خيط الجامد ده عشان الشد ما يتقطعش. وابر برضو بتكون ابر كبيره كده مقاسات معينه بتبقى طويله وجامده كده عشان تتحمل بالذات في العرجون. الدخله والطلع في العرجون بتبقى صعبه شويه فلازم ابره تكون جامده. الابر الصغيره تحت الخيط العاديه ما تنفعش خالص. ايوه شهيره، طب الاستفاده انت نقول استفدتيها ولا لسه يعني ما يعني بقى ليك عائد اقتصادي؟ يعني كنت بتعرضي في منتجات قبل المشروع ده ولا لا؟ لا لا، اول مره حاليا دلوقتي. ما هو ما فيش حتى لو الواحد مثلا عايز يعمل او يسوي ما فيش يعني مثلا بيع او مادية، لا يعني ما فيش ماديه كفايه ان انا اعمل مثلا او انا اسوق او اجيب الحاجه، فهماني؟ لما يكون إيه يعني يبقى في مع مجموعه مثلا مع بعض ونطلع ونورد هنبقى في يعني مكسب احسن وافضل. ايوه انا اقصد كده بس يعني. دلوقتي يمكن في كمان يعني وسائل التواصل الاجتماعي برضو بقت يعني زي مجله التسويق برضو، بس مش كل بيستعمل زي الفيسبوك واليوتيوب يعني فعلا. بتصور منتجات بتاعتكم ممكن فعلا، بس هو الرك على الاساس عامة يعني مصاريفه أو تكلفته عامة، هو مش الرك على الشغل، ما الشغل مش موجود بس هو عايز برضه رأس مال. فهماني كده يعني. وطبعا زي ما أنت عارفة القرى وحالتها والكلام ده يعني. أيوة. بيبقى يعني محتاج رأس مال كبير يا شهيرة ولا طبعا يعني على حسب يعني على حسب الطلبية اللي بتطلع حضرتك يعني. يعني مثلا ممكن حد يكون عايز 1000 واحدة من كده مثلا على حسب عدد كبير. طب مش في ناس هتشتغل؟ طب مش في ناس عايزه برضو الشغل اللي هو هتعمله؟ الحاجات دي يعني. ده كان العائق بالنسبه لك يعني في الاول؟ تمام. بس لما تبقى في حد وهو يمونك مثلا هتفرق. بالظبط يعني انا ممكن ان حد يموني ويجيب لي الحاجه مثلا اشتغل واخد ايه تعب ايدي بس. يعني ما اجيبش الحاجه انا من عندي مثلا. على يعني حسب. المشروع ده سهل لك، المشروع هنا سهل لك بقى. أيوة طبعا. التسويق والتمويل. ايوه طبعا. ان هو بيوفر لك الخامات وانت بتشتغلي بس وتاخدي العائد بتاع شغلك. تمام. او غير كده برضو نسبه فكره بتزيد طبعا في حاجات جديده كده يعني. ايوه. طب برضو في ناس بيتعلموا عن طريق اليوتيوب برضو، استعانتك اليوتيوب؟ لا بس بتبقى صعبه لما يجي لما تشوفي حاجه مثلا على اليوتيوب ايوه على اليوتيوب او الفيسبوك والحاجات دي. لكن غير لما حد يجي بقى جنبك ويوريك الغرزه طبعا. لا بتبقى صعبه، لكن لما تكوني انت مثلا قدامي وبتفهميني هستوعب اكتر. ايوه فهماني كده يعني. بقى يعني ليك عائد اقتصادي نقول من الشغل ده يا شهيرة في مشروع هامة يعني، ولا لسه انتم ما عرضتوش المنتجات بتاعتكم؟ لا هو حاليا لسه لسه هنعرض مش كده يعني؟ لسه هنعرض في بداية شغل جه حاليا هيبتدوا يشتغلوا فيه. ايوه لسه عن طريق يعني المشروع جايب لهم شغل. فلسه بيبتدوا فيه بقالهم بتاع يومين كده شغالين في حاجات طلبيات منهم. بس لسه طبعا يعني لما ما كملوش يعني الطلبيات وكده. طلبيات بقى بتبقى مثلا لفنادق لشركات او في طلبيات في طلبيه يعني زي مثلا الطباق دي طلبيه جايه لهم من القاهره عشان يشتغلوا عليها. في حاليا دلوقتي برضو في طباق نوع تاني برضو هم شغالين عليه هيكملوها ان شاء الله وهيبقى في عائد مادي كويس باذن الله يعني ليهم. طب اللي بيحب يشارك معاكم في المشروع ده استاذه بسمه يعمل ايه بقى يعني؟ هو اي سيده حابه تشارك على اساس يبقى ليها عائد اقتصادي برضه؟ ما هو بس المشروع ده يعني جاي لمنطقه معينه. يعني الجمعيات معينه هم اللي هيشتغلوا فيه. احتمال مرحله ثانيه يعني ايه يروح لا ما هم اللي من جوه المنطقه يعني اللي حابين يشتركوا السيدات يعني بيروحوا للجمعيه ولا بيتواصلوا معاكي؟ لا لا للجمعيه اللي في المنطقه بتاعتهم بتوجهوا للجمعيه هم بالظبط. هم هيشتغلوا هم العشره دول البدايه، بعد كده اللي عايز يشتغل يعني العشر اللي اتضربوا دول هم البدايه هيكونوا في الجمعيه، واللي عايز بعد كده هم هيدربوه ويشتغلوا معاه وينتجوا معاهم. دي البدايه بس يعني بدايه المشروع. وممكن بعد كده اللي بيتدرب معاك يبقى هو مدرب. بالظبط كده. يعني بالظبط. انا في ناس ما شاء الله يعني في التدريب لسه شاطره خالص يعني، احنا ضفنا على اللي عندهم فده فرق معاهم كتير يعني. يعني مداركهم مست احسن من الاول، مهاراتهم قوت اكتر من الاول. فده انا حتى انا في واحده بقول انت بقيتي مدرب اساسا يعني ما هي بالتدريب. فلا يعني في ناس كتير كانت شاطره معايا جدا، فده هيفرق معاهم بقى ان هتعلم ناس ثانيه ان شاء الله. انتوا كمدربين بقى ومصممين بتبقوا كام واحده يعني؟ انت بتقولي كل جمعيه ليها 10 سيده. احنا نزلنا لهم انا وواحده زميلتي احنا نزلنا دربنا 30 سيده. انا اشتغلت معاهم على 30 انا اشتغلت معاهم على الخوص وزميلتي اشتغلت معاهم على العرجون.
وازاي ندمج الاثنين مع بعض وكده في منتج واحد. فاحنا الاثنين كنا شغالين على ال30 يعني. دلوقتي ممكن بعد ما اتدربوا بقى هم يشتغلوا مدربين بقى اكيد اكيد. انا اولهم يعني. انا اولهم. اكيد اتعلمت بسرعه بقى. انا اولهم. لا شاهينة من الناس اللي كانت عندها خلفيه. انا عندها خلفيه على العرجون وعلى الخوص. بس زودنا اللي عندها شويه يعني. يعني ايه اللي خدتيه او زياده عن نقول غرز جديده ولا اشكال جديده ولا إيه؟ طبعا غرز. انا صراحه ده ما اشتغلتوش. انا اشتغلت التاني اللي بيبقى بالخيط. ده انا بالنسبه لي ده جديد. ده لسه دي يعني فكره جديده بالنسبه لي او اول مره انا اشتغله الشغل ده. بس انا في الاول كنت شغاله هي اللي عارفه الاطباق الكبيره اللي بتبقى بالخيط. هي دي. بس اما الشغل ده اول مره انا اشتغله. والحاجات عامه هي افكار جديده يعني جديده بالنسبه لي يعني. طب اكتر حاجه بتطلب منك ايه شهيره في الشغل كطلبيات يعني؟ طلب مثلا هو ده العياشه. العياشه الكبيره دي. العياشه. هي دي اللي بتبقى اكتر حاجه. والشنط بتطلب منك والشنط برضه. حلوه. طب نقول الطلبيه بتجيلك يعني قبل مشروع همه ده انت كنت مثلا بتجيلك طلبيات خاصه بيك انت وبتشتغليها ولا لا؟ لا بصراحه هو لما بدا المشروع ده اللي احنا بدانا دلوقتي نشتغل ونعمل. لا في الاول لا. يعني اول كل اللي بتعمليه بيبقى في البيت عندك مش بس. لا وحاجات عاديه يعني بس مش زي كده. ما انا بقول لك دي كلها افكار جديده بالنسبه لي يعني. يعني انت استفدت نقول برضو. ايوه طبعا استفدت. ايوه طبعا استفادت المراه بفضل الاستاذه بسمه طبعا يعني. ايوه الله يخليك شطاره يعني. بس ما تقولي لي بقى الخطوات الجايه اللي هتشتغلوها بعد ما المشروع دلوقتي بقى له نقول فتره قد ايه؟ هو حاليا احنا مبتدئين لنا 15 يوم لفتره التدريب. يعني احنا اخر التدريب ان شاء الله هيكون بكره ان شاء الله اخره يعني. فلا احنا حاليا زي ما قلنا لهم كل 10 هتشتغل في الجمعيه بتاعتها. الخطوات اللي جايه ان شاء الله وهنشتغل عليها. طب يعني امنياتك بقى للمشروع ده ايه باذن الله؟ لا امنيات المشروع ده ينجح يعني والستات دي تستفاد يبقى عندها تمكين اقتصادي. وهي تستفاد وتفيد عائلاتها وتفيد ناس تانية كمان في القرى اللي احنا شغاله فيها ان شاء الله. اكيد طبعا. استاذه بسمه شعبان مدرب ومصمم حرف بيئيه نورتينا وشرفتينا النهارده بمشرف حضرتك. واستاذه شهيره حسن متدربه بمشرف حضرتك شرفتونا النهارده. بتمنى لكم التوفيق ولكل سيدات مصر باذن الله. التوفيق باذن الله. شكرا. مشاهدينا هنطلع معاكم الفاصل ونرجع نكمل فقرات حلقتنا النهارده.